مرحبا فيكم بدرس جديد رح نحكي فيه عن السينما 4D، عن بلاجن ايميتر خصوصا. ايميتر هو اشي بسيط جدا موجود في السينما 4D، يعني خلينا نشبهه، احنا حنشبهه في الدرس هذا. هو عبارة زي كأنك عم بتحط حنفية، بعرف تشبيه غريب ولكن حنفية هو خلينا نحكي انه عندك حنفية بتحط اي اشي جوا هاي الحنفية، بيطلع لك اياه من الجهة التانية ولكن بطريقة لا متناهية. يعني ممكن تخليه انه زي كأنك تفتح حنفية وبيبدأ يصب بطريقة انه انت ممكن تحكي له افتح الحنفية دقيقة او سكرها، او افتح الحنفية بسرعة او كذا. يمكن ما شو قادر اوصلكم المعلومة منيح، ولكن خلينا نشوف مثلا مثال عن الايميتر على سبيل المثال. يعني مثلا هنا سينما 4D ايميتر، تمام؟ يعني هذا احد الامثلة اللي ممكن نستخدمها على الايميتر. الايميتر يعني اذا اجيت انا حطيت فيه دائرة مثلا، رح يجي اذا حطيت فيه دائرة. هذا توتوريال، مبنى توتوريال، بدنا تيست. اذا اجيت حطيت مثلا شكل معين، طبعا هو اقرب ما يكون للديزاين اللي هلا رح افرجيكم اياه عندي. شايف تحط شكل معين بيبدأ يطيره يصبه. هو للي بتعامل مع البارتيكلز هو كتير قريب من البارتيكلز، ولكن بفرق انه بتحط الشكل اللي بدك اياه انت وبكرره قد ما بدك، بتحط عليه دايناميك بصير يصب جوا اشي كذا. يعني يمكن هلا لما ابدا اشرح يمكن تقدر تفهم علي اكتر. يعني مثلا هون هي هذا كان شايفه، انا مستخدم ايميتر شايفين. يعني طبعا كتير الفيديو ضعيف، ولكن يعني مثال منيح. يعني هي حط الدوائر هاي وعم بصب لحد ما تعبى. طب خلينا نبدا هلا في الدرس عشان تقدروا تفهموا عليه اكثر. طبعا زي ما حكيت لكم الايميتر ممكن نستخدمه باكثر من طريقه. هاي احد الطرق اللي انا استخدمت فيها الايميتر في الديزاين. طبعا هاي الشغلات اللي على جانب الاسود شلتها على الفوتوشوب، هي فعليا هاي اضاءه ولكن احنا شايفينها من الباك سايد فمش شايفين اضاءتها. على كل حال اللي صار انه انا اجيت على الايميتر اللي هو خلينا نحكي عنه حنفي. اجيت على الحنفية حكيت له انه انا بدي اياك تاخذ لي هاي الاشكال كلياتها وتبدا تنزل فيها بطريقه زي كانك حطيتهم بماسوره وفتحتها. يعني بعرف انه التشبيه شوي غريب ولكن اقرب ما يكون للاشي اللي ممكن نفهمه. هلا الدائره هاي فعليا كانت عباره عن سفير. انا جبت دائره وحطيت الايميتر جواتها، فبدا الايميتر يضخ هاي الاشكال لحد ما تفللت. بعد ما تفللت جيت وقفت الايميتر، حكيت له لحد هون وقف، بعدين شلت السفير، فظلت الشكل هذا ماخذ، يعني هاي مجموعه الاشكال ماخذه شكل الدائره، لان زي بالضبط زي كانك حطيت مي في 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 مثلا كاسه وبعدين فجاه اخفيت الكاسه وظلت المي جامده مكانها. فهمت كيف؟ فهي نفس الطريقه. انا شوي صراحه مستصعب اني اشرح عنه، ولكن خلينا افتح البرنامج مباشره واحكي عنه وبنحاول ما نطول ابدا. طيب بنطفي البروجكت هاد وبنبدا بروجكت جديد. طيب خلينا يعني شوفوا، سهل جدا الموضوع. خلينا ناخد اي شكل بدنا اياه هلا عشان نبدا فيه. انا رح امسك شكل خلينا نحكي دائره، رح ارفع السيجمنت تبعته شوي خلينا نحكي 50. طبعا هي انتو مش ضروري تعملوا نفس ما انا بعمل، انتو يعني اختاروا الطريقه اللي انتو تناسبكم. بعدين بنروح على عفوا ايميتر وين موجود؟ ثواني. اوكي بعدين بنروح على بارتيكلز، من سيميليت بارتيكلز ايميتر. طبعا الايميتر موجود يعني يعتبر انه مساند تماما للبارتيكلز. لما تشتغل على البارتيكلز رح تعرف انه ايميتر كتير ممتاز، رح نحكي عنه مره تانية. على اي حال هلا فكرة الايميتر هاي بس نزلناه، نعمل بلاي. خلينا نطفي هاي عشان نشوف. هلا في عنا هذا هو الليميتر، هو عبارة عن مربع حاليا وعم بيطلع هاي الشغلات. هلا هون
فعليا لا يعني شيء. يعني هذا البلجن حاليا بدون ولا اي عنصر مساند له لا يعمل ولا شيء. كيف نبدا نعبيه؟ نمسك سفير بعد ما نضويها، خلينا نصغرها بس عشان نقدر نشوفها. انا بقدر احملها وبحطها جوا ايميتر، برضه ما رح تلاقي يعمل شيء لحد ما تروح على ايميتر وبتحكي له شو اوبجكت. لما عملنا شو اوبجكت شوف شو رح يصير، صارت الايميتر عم بتطلع يعني زي كانك اعطيته الدائره وهي العنصر اللي انت تكرر لي اياه. طبعا هون رح تلاقوا انه هي عم بتوقف وبترجع من اول. طبعا ليش؟ لانه احنا عنا التايم لاين حدوده لحد 90 فريم، فانا هون رح احطه 500 عشان يطول. رح تلاقي لو عملنا هلا بلاي مره تانية رح يضل فاتح الى الابد لحد ما تخلص ال 500. طيب رح تحكوا لي احنا شو بنستفيد من هذا الحكي. خلينا نحط هلا مثال من الاشياء اللي رح نستفيد منها من هذا الايميتر مثلا، وخلينا نكرر فعليا نفس الديزاين اللي انا عامله. رح نروح مننزل سفير كبير ومنكبره ومنحط هلا عليه من عند سفير على البيسك، رح نروح على اكس راي بس عشان نقدر نشوف جواته. طيب رح تلاقوا ان الايميتر هي جواته، هاي الايميتر جواته. رح نعمل بلاي. طيب شو رح يصير؟ ما رح يصير اشي لانه عم تطلع يعني الايميتر مش معترف ايش هاد، يعني ايش بالنسبة له السفير، لازم نعرفه شو هو هاد. فهلأ هون بدنا نعرفه على بعض عن طريق انك لازم نفعل اشي اسمه دايناميك. دايناميك اللي هو بتخلي البرنامج يبدأ يخلي الاوبجكتس تحتك في بعض وتتعامل مع بعض فيزيائيا، فهو بفهم انه هذا في اشي هون وفي اشي هون كذا. خلينا اعطيكم مثال. لو جبنا الايميتر رفعناه لفوق ولفيناه لتحت زي كانك عم بتلف حنفية رسميا، نلفه لهيك. طيب رح نعمل بلاي ونشوف شو بصير. حاليا ما رح يصير اشي، مش معترف في فيزيائية الخصائص بيناتهم. انا شو رح اروح اعمل؟ بروح على ايميتر، اوكي، بروح على السفير اللي جواته، بكبس رايت كليك على سيموليشن، بعدين بحكي له ريجيد بادي، وبعدين بنروح على سفير اللي هو الكبيره اللي هي احنا بدنا نحط فيها الكونتينر يعني، وبنكبس رايت كليك سيموليشن. هاي المره بنحكي له كلويدر بادي. شو يعني كلويدر بادي؟ كلويدر بادي اللي هو معناته الجسم الثابت اللي انا بدي اياه يعني يحتوي الاشياء، بينما اللي فوق بدي اياهم هدول الاشي المتحرك اللي هو بتحركوا وبتفاعلوا مع كل اشي. شايفين شو صار؟ صار هلا عم بنزل بس صار عم بتفاعلوا مع الجزيئات مع بعض، عم بتفاعل الجزء الصغير مع الكبير وهكذا. هلا انا ممكن اتلاعب بخصائص الايميتر عشان اعرفكم شوي عن خصائص الايميتر قبل ما ندخل بشغلات ادفانس. هو كتير بسيط. بيرث اديتور اللي هو بيحكي لك انه قديش معدل كم طابة بدك تطلع مع بعض. فانا هون بقدر احكي له 50 مثلا. رح تشوفوا انه هون زي كأنك فتحت الحنفية اكتر. شايفين شو صار؟ بقدر احكي له 5 أو 2 مثلا. شايف؟ مثلا كأنك عم تفتح الحنفية. هلا رح تلاقوا هون مثلا لو حطيت له 50 رح تلاقي انه نزل بعدين رح يوقف. اوكي؟ هلا الا ما يوقف وقف. تمام. هلا اللي صاير ليه؟ رح نروح على الخطوة الثانية. طبعا بيرث ريت ريندر هاي بدكم ترفعوها على حسب عدد هاي الشغلات الموجودة. يعني مثلا عشان لما يكون عندنا مجموعة هائلة من هاي الشغلات مثلا 1000 2000 الريندر ما رح يمسك ال 1000 و2000 ويرندرهم كلياتهم، فرح تلاقيه برندر مثلا نصهم جزء منهم حسب العدد اللي انت حاطه هون. فانت بتقدر هون تحكي له رندر لي 100 فرح تلاقيه رندر 100. عرفت كيف؟ طبعا هاي إلها علاقة في لما تشتغل اشي جزئيات كتير مليانة، يعني 1,000,000, 10,000 بتصير طبعا. فعشان البرنامج عشان الكمبيوتر ما يبطأ بتقدر هون تحكي له معدل الريندر اللي رندر لك اياه. طيب هلا فيزيبيليتي اللي معروفة قديش نسبة الـ يعني قديش الشفافية تبعتها، فبتتركه احنا هلا 100%. طيب هلا ستارت ايميشن اوكي واند ايميشن كتير مهمة. هلا انا مثلا بديش هالحنفية تفتح
من أول ما أكبس بلاي. أنا بدي إياها تفتح لما تصير 50 هون مثلا، على 50 هون تفتح. فأنا باجي أحكي له ابدأ افتح على 50 وبدي إياك تسكر على 120 زي كان إحنا تعطيك كيف فريمات. فهلا رح تلاقي ماشي 50 فتح بعدين 120 سكر. هاي طبعا إلها علاقة في إنه أنتوا شو عم تقصدوا، شو اللي بدكم إياه في الفيديو، شو يعني شو استخدامكم للفيديو أو للديزاين اللي عم تعملوه، فبتقدر تفيدكم هاي. طيب اللايف تايم، اللايف تايم كتير حلوة. هلا أنا مثلا أنا عندي خلينا نحكي مشهد مطر. طب مشهد المطر أنا بدي النقطة لما تنزل على الأرض خلاص تختفي، ما بدي إياها تطول. فإحنا إيش هون بنقدر نحكي له؟ بنقدر نحكي له إنه اللايف تايم أنا بدي هدول كلياتهم يختفوا عند مثلا الفريم 140. خلينا نتخيل فريم 140، راح تلاقي هون انه بدا كمل على 140 افترض اختفوا. طبعا ما راح يبينوا هون لانهم اساسا عم بيسحلوا عن الهايفة، لكن لو انه موجود عندنا هذا المجسم وهم قعدوا جواته زي ما بيحكوا راح يختفوا. تمام. طيب هلا السبيد قديش سرعه الحنفيه، سرعه الضخ اللي بدنا اياها. انا هون حاطط مثلا خلينا نحط 500 نشوف كيف راح تطلع. طيب على 500 هيك راح يصير الوضع. يعني نرجع نحط هون من صفر، عفوا هون 50 تمام. بدي اياه يبدا من صفر. طيب على 500 هيك عم بينزلوا. طيب لو حكيت له انا بدي السبيد 5000 عم بتلاقيه صار اسرع، يعني زي كانه عم بفتح يعني في ضخ اقوى. عرفت كيف؟ لو جيت على 10000 شايفين صار الضخ اقوى. طبعا برضو ما ببين هون كثير، ببين معاك لما انت يكون في اشي عوامل تانية مثل الرياح، مثل مثلا اذا في جر فيلوسيتي اشي ببين معاك. بس هنا على كل حال يعني ها لو جيت هون رجعته على 100 بين معنا الفرق. شايفين كيف شوي شوي عم بينزل. على اي حال روتيشن اذا في بدك التفاف له، وهو الاشي اللي عم يعني اللي عم بينزل هلا هون كونها دائره فمش رح تبين معنا لو انها مكعب مثلا او اشي. هون الروتيشن تقدر تخليه وهو عم بينزل ياخذ زاويه معينه وهو عم بينزل. تمام. هون انا بحب هاي الشغله اللي هي السكيل، قديش انا بدي الاوبجكت تبعي لما ينزل لتحت قديش يصفي من السكيل تبعه. انا بدي اياه الان تبعه مثلا يكون جزء 2 تمام. شايفين ببدا كبير بصغر بصغر كتير. مثلا جيت لهون بدي اياه 001 شوفوا هون كيف بصير الشكل عم بصغر كتير كتير قبل ما يوصل لتحت. شايفين يعني بيبدا كبير فوق وعم بصغر تحت. طبعا هذا برضه بتقدر يعني يكون له عوامل كتير تقدر تستخدمها فيه مثلا، ولكن يعني هاي معطينكم خيار. تمام. هلا هدول الخصائص هون ما رح العب فيهم لانهم فعليا مش كتير كتير مؤثرات وما رح ادخل في تفاصيلهم، بس رح اروح على الايميتر الثاني. هون الايميتر تايب اوكي من قائمة الايميتر بتروح على الايميتر اوبشن راح تلاقوا اللي هو اشي اسمه X size و Y size. X size اللي هي قديش مساحة، يعني خلينا نحكي قديش كبر الماسورة اللي عندنا. هلا انا لما اكبرها راح تلاقي انه صار في مساحة اكبر للاجزاء اللي عم تنزل، ولكن اذا صغرتها مثلا 100x100 مثلا راح تلاقي شايفين زي كانها مخنوقة هيك صغيرة كتير. لو انا رفعتها ل 5000 ب 5000 رح تلاقوا انه المساحة اللي عم تنزل عليها اكتر. طبعا هاي بتفرق برضو حسب السين اللي عم تشتغلوا عليه او شو اللي انتو عم تعملوه، ولكن مثلا تخيلوا انه عم تستخدموا كمطر فرح يكون كتير ممتاز. يعني مثلا كمطر خلينا نجرب اشي سريع هيك، بدي اروح اصغر النقط اللي عندنا. هاي مثلا ممكن هذا هو مشهد مطر على سبيل المثال، ومنثبته وبنعمل له رندر. طبعا يمكن هون ما يزبط الرندر لانه مش حاطط له لايت لسه، رح يعمل اللي هو البيسك. طبعا هيك رح يبين معاكم. طيب الشغله الثانيه اللي هو الانجل تبعه قديش الزاويه نفسها هذا
اللي احنا عم اللي هو نفس الماسوره قديش الزاويه اللي عم بينزل فيها. تمام. طبعا هوريزونتال وفيرتيكال اللي هي عمودي وافقي. تمام، يعني شايفين هون لما انا غيرت الزاويه شايفين صار عم بنزل بهاي الطريقه. بدي اغيرها اكثر، عم بنزل بزاويه، شايفين كيف عم بنزل بزاويه هيك. فانا حتركهم هلا صفر صفر زي ما هم هيك، عم برجعوا دغري. تمام. هلا الانكلود هذا اذا انت بدك تضيف اشي كافكت اضافي على ايميتر فبنقدر ننزل هذا الاشي. هلا احنا خلينا نبدا بالمثال اللي احنا حكينا عنه بالاول. انا بدي اعبي هاي الدائره من الايميتر. طيب هلا اللي بدنا نعمله انه احنا بدنا نعبي هلا هاي زي ما حكينا في الديزاين تبعنا، بدنا نعبي الكونتينر من الاشكال تبعتنا اللي احنا اخترناها. فمننزل اول اشي لازم يكون الايميتر موجود جوا الكونتينر تبعنا، زائد بنظبط حجمه بحيث انه يكون كلياته جواته ما يطلعش برا. هلا بنروح على الدايناميك تاج تبع الكونتينر ولازم نحدده كالاتي. نكبس الدايناميك وبدنا نفهمه انه انت ما بدنا اياك تاخذ بس القشره الخارجيه، بدنا اياك تاخذ من جوا ومن برا الدايناميك تبعك. فبتروح عليه على شيب وبنروح نحكي له ستاتيك مش، فبصير يتعامل معه من جوا. الديفولت تبعه طبعا بيكون اوتوماتيك، رح تلاقوه انه عم بيطلع لبرا، ولكن لما تحطوا ستاتيك مش عفوا ستاتيك مش بتلاقوه انه عبى من جوا، صار يتعامل مع السفير تبعنا من جوا ومن برا. طب هلا تحكوا لي الديزاين تبعنا اللي هو هاد فيه اشكال كثيره، كيف احنا بنقدر ندخل اشكال كثيره بنفس الطريقه؟ شوفوا سهل كثير الموضوع، بس نزلوا الشيبس اللي بدكم اياهم. انا رح نزل، مش رح نزلهم كلهم، رح نزل مثلا 3 أو 4. طب بظبط حجمهم كلياتهم حيث يكونوا منطقيات. السفير تبعنا معاهم نظبط حجمه. طب بهالبساطة امسك كل شيء بدكم اياه، ينحط في الحنفية وحطوه بالحنفية، بس بهالبساطة. طبعا لازم نحدد كلياتهم ونعطيهم دايناميك عشان يتفاعلوا مع الاوبجكتات الثانية ما يتداخلوا ببعض. فنروح على السيميليشن على ريجيد بادي، شايفين هذا هو اللي احنا عملناه هون بالضبط. هلا ببدا يعبي يعبي لحد ما احنا مثلا متى حكي له يوقف ستوب ايميشن على 200، فرح يوقف على 200. انا ممكن احكي له وقف على 300 عشان يكون معبي كل اشي. شايفين مثلا هون بضل استنى لحد ما يعبي زي كان تستنى حنفيه، بس ديروا بالكم هون ما بتقدر تحكي له امشي، ما بتقدر تمشيه بايدك، بدك تستناه وانت عامل بلاي، لانه هلا هو عم بيتعامل مع الدايناميك، هو عم بيحسب. يعني اذا انت مشيته كانك عم بتقطع على المحاسبه تبعته، عم بطل يحسب. طب هاي هون فلل ستوب، انا بدي اوقف. هذا هو الشكل تبعنا. هلا شو رح نعمل؟ عشان نثبت الشكل هاد، عشان نثبته في عندنا اكثر من طريقه، رح استخدم طريقه هلا طريقه منهم اللي هو راح اروح على الداينامكس بحددهم كلياتهم، بروح على كاش وبحكي له بيك اوبجكت، بتلاقوه بدا يحسب. ايش بدا يحسب؟ اللي بصير هلا انه عم ببدا يحول الحركه الدايناميك اللي كانت اللي كان يحسبها حسبه لزي كانه سجلها، خلص يبطل يعيد حسبته. عشان هلا لما تعمل بلاي فعلا تقدر تعمل لقدام ولورا زي كانك سجلت بالاول اللايف، وهلا هو عم بيعطيك الاعاده. تمام. هلا انا ما راح استنى شوي، راح يطول صراحه، فراح اعمل كانسل. بس اوكي هاي المشكله لان كنسلته رجع من اول. طيب انا هلا بس عشان اختصر شويه، انتم بعد ما تعملوا بيك بتقدروا تمحوا الدايناميك، خلاص تمحيه بضل ثابت مكانه كل اشي مكانه. طب انا هلا راح يعني ما بدي اطول، فانا راح اوقفه لحد هون. وشو راح اعمل؟ راح اروح على سفير، بس بشرط ما تعملوا بلاي مره ثانيه، خلاص لحد هون بتوقفوا وبنسك بنطفي السفير تبعنا.
شايفين الشكل اللي احنا طلع معانا؟ هذا هو نفس هذا الشكل ولكن بدون ماتيريالز وكذا وهيك شغلات. طبعا اذا بنعمل بلاي هلا رح يخرب كل شيء، فبنتركه لانه هلا هو دايناميك. هلا حاليا اذا تعمل بلاي اذا تحكي له كمل فرح يرجع يوقعوا او يتخربطوا او كذا. فباختصار هذا هو الايميتر هلا حاليا، يعني هذا استخدام من استخدامات الايميتر. بس انا بقول لكم الايميتر له استخدامات كثيره عديده جدا جدا جدا، يعني بتقدر تستخدمه. احنا كل مره رح نستخدمه بشيء يعني، ولكن انا بقول لكم اذا انتم بدكم شيء، يعني على سبيل المثال انت عم تعمل مطر، عم تعمل ورق شجر متطايره، بتحط الورقه وبتحط مثلا بتحطه بمكان معين، مثلا بدك اياه يطير من شجره مثلا، بتحطه على الشجره وبتعمل له راندوم وكذا وهيك شغلات، رح تلاقيهم انه بيطيروا بطريقه زي ما انت بدك. طبعا لازم تنزل رياح، تنزل كذا، رح نحكي عنها مره تانية. طبعا هون انا بعد شويه ماتيريال مع شويه اضاءه طلع معي هذا الاوبجكت بالنهايه، وظبطته وظبطت الاضاءه تبعته وشلت اشكالها ليطلع بشكل احلى من هيك. طبعا هذا مش الفاينل، وهذا هو موضوعنا لليوم يا جماعه الخير. هلا على كل حال طبعا بنهايه كل فيديو انا دائما بحكي اذا حدا عنده اي ملاحظه يحكي لي اياها، اذا عنده اي شيء يفيدنا اياه يحكي لنا اياه، اذا اني انا غلطت في اي شيء وانا عم بشرح برضه ما عندي اي مانع لاي انتقاد بيجينا، لانه انا بالنهاية انا دائما بوضح انه انا مش مدرس، انا مش حدا بعرض نفسي كأنه انا مرجع تبعكم، ولكن انا في عندي شوية معلومات عم بحب افيدكم فيها او اشارككم اياها. على كل حال بتحبوا تساعدوني بالشير واللايك بكون شاكر لكم. الدرس الجاي ان شاء الله رح يكون اشي مكمل للي احنا عم نشتغله. المرة الجاي انا بتوقع انه رح نشرح عن الديزاين هاد اللي انا عملته اليوم، اللي هو استخدمت فيه اكتر من بلجن مع بعض او كمان اكتر من رندر مع بعض عشان يطلع معنا هذا الشكل. رح نخبركم، خليكم تابعيني على الفيسبوك على اسمي محمد عقل، وعلى اليوتيوب وعلى بيهانس برضو انا هاي اسمي محمد عقل زي ما انتو شايفين.